بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. ربنا زدنا من نعمك وزدنا من فضلك وزدنا من القرب منك يا كريم يا قريب غير بعيد. أما بعد، السلام عليكم. والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل الأقدر، وله من في السماوات والأرض ومن عنده، خاصة الملائكة والأنبياء عليهم السلام، ومن عنده لا يستكبرون عن عبادتي ولا يستعسرون. حنا ما نقولوش اوف يزي من الطاعه، لا، حنا المزيد، انعمت فزد يا ربنا، على ساعدنا بطاعتنا اياك، وساعدنا بالهروب من معصيتك يا كريم، فزدنا سعاده في هذا الطريق، طريق الطاعه، وزدنا من فضلك بالبعد عن طريق المعصيه يا كريم يا عظيم. ولو من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادتي ولا يستحسرون. ما تقولش مليت أنا من الذكر، ألا من ذكر الله تطمئن القلوب. قلوبنا دائما عندها ما يشوش عليها، هو وجودكم يا كلاب النفاق والشقاق وسوء الأخلاق والشر، ما ظهر ولا غالب في كل شيء، ميدان التجارة، ميدان السياسة، ميدان سوء الأدب، ملا والعياذ بالله، الظلم ازداد تنوعا وازداد ثقلا وازداد إيذاء. أعلى ذاك كل ما نقولوش أحلى منيش متأثرين، لكن بفضل الله غياب الكبرياء على الله يجعلنا متواضعين له، فربي سبحانه وتعالى يخلص منا كل ما هو خبيث أراد أن يستبد بنا وأن يغزونا من داخلنا. نحمد ربنا ونشكره اللي عصمنا بفضله وبذكر اطمأنت قلوبنا، فاللهم زدنا اطمئنانا يا مؤمن يا مؤمن. آمين يا سيدنا يا كريم.